اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين. رجعنا او ما رجعناش، هنبدا حلقه النهارده، حلقه البيت الكبير الحقيقه، وعندي كلام كتير جدا جدا عايز اتكلم فيه في هذه الحلقه. دايما بنفرح ودايما بنتبسط، ولكن لو سالوك عن الاهلي قول لهم الاهلي بالنسبه لنا هو الحياه، الاهلي هو التاريخ، الاهلي هو مصدر السعاده والفرحه والابتسامه، الاهلي هو الروح والامل والحلم، الأهلي هو الانتصارات والبطولات، الأهلي هتلاقيه في كل شبر في مصر، الأهلي هو العمل والإخلاص والحب، الأهلي هو الأساطير والرموز والنجوم، الأهلي الجمهور العظيم اللي ياما رسم لوحات الفن في مدرجات النادي الأهلي. مش مجرد نادي بنشجعه، ولكن مكان وكيان. لسه مع أجواء الفرحة والسعادة، لسه مصر كلها بتفرح بفوز النادي الأهلي بدوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12، إنجاز تاريخي، إنجاز عظيم. دايما النادي الأهلي هو صاحب الإنجازات وصاحب الأرقام القياسية بفضل الأجيال المتعاقبة على القلعة الحمراء. الحمد لله والشكر لله، دائما كل جيل بيسلم للجيل اللي بعده، وبصراحة الجيل الحالي من اللاعبين قدر إن هو يصنع تاريخ عظيم للنادي الأهلي بتحقيق 4 بطولات دوري أبطال إفريقيا، أو 4 مرات وصول للمباراة النهائية في 5 مرات متتالية. ده غير الأرقام القياسية اللي كل يوم بنتكلم عنها، لأنها فعلا بتستحق الكلام. جيل يستحق الإشادة زيه زي جميع الأجيال المتعاقبة على تاريخ النادي الأهلي. بصراحة هي دي ميزة النادي الأهلي، إن في نظام، في مبادئ، في كل جيل المبادئ واحدة، السيستم واحد. كلنا عارفين أن هناك شيء واحد فقط، أو واحد من الأشياء المهمة جدا، روح الفانيلا الحمراء. مفيش أعذار في عمل واجتهاد لحد ما نحقق أي بطولة. الأهلي بمن حضر، يعني الأهلي بيلعب على الفوز والانتصارات بأي حد. عشان كده دايما الأهلي في حتة تانية، وعشان كده دايما الأهلي هو ملك الانتصارات والبطولات. عشان كده كل أجيال النادي الأهلي المتعاقبة بتقدر تواصل كتابة التاريخ. حاجة جميلة جدا جدا وانت قاعد بتقرا التقرير، وانا قاعد بسمع التقرير الحقيقة لقيت ان النادي الأهلي في المركز الأول ب 12 دوري أبطال إفريقي، يلي على حسب الأقدمية كابتن وائل جمعة 6 بطولات إفريقية، معاه كابتن حسام عاشور 6 بطولات افريقيه دوري ابطال افريقيا، معاهم كابتن رامي ربيعه 6 دوري ابطال افريقيا، ثم المركز اللي بعد كده يجي فيه مازيمبي والزمالك اعتقد 5 بطولات، ثم بقيه الفرق بقى في البطولات الاخرى. يعني انت عندك لاعبين، عندك 3 لاعبين واخدين 6 بطولات افريقيه، 6 بطولات دوري ابطال افريقيا، حاجه جميله جدا. انا وانا بسمع التقرير دلوقتي بشوف ان برضو من الممكن جدا ان مصطفى شوبير ربنا يديله العمر والصحه يعدي ال6 ألقاب كمان ان شاء الله، ان شاء الله بهذه الوتيره وبهذا الاحترام داخل النادي الاهلي وبهذه المبادئ اعتقد. وان انت دايما بتجدد من فريقك دايما. انا اتذكر يوم لما اتغلبنا من سان داونز في سان داونز، مش المره اللي فاتت، المره الاولانيه اعتقد كانت في 2019، اتغلبنا في بريتوريا 5 ورجعنا كسبنا سان داونز هنا 1-0، وبعدها مباشره نزل بيان اعتذار على لسان كابتن حسام عاشور كابتن النادي الاهلي على ما اتذكر يعني في ذلك الوقت. واتقال، او كابتن حسام ساعتها قال انه كل لعيبة النادي الأهلي بتعتذر لجماهير النادي الأهلي من خلال هذا البيان، إن شاء الله القادم أفضل. أنا أعتقد أن منذ أن ظهر علينا هذا البيان، كابتن محمود الخطيب كان رئيسا للنادي الأهلي في ذلك الوقت، كل حاجة اتغيرت. لو تتذكروا الجيل اللي كان موجود تقريبا، الجيل ده تغير بشكل كبير جدا جدا، وجيل الجيل الحالي 20 بقى 21 و22 و23 و24، منهم سنة في النص راحت زي ما حضراتكم عارفين راحت ليه، ولكن الاعتذار كان بمثابة الوصول إلى نهائي إفريقيا 5 مرات متتالية.
اتذكر انا اليوم ده لانه كنت مع حضراتكم هنا على الهوا، تذكر ايه اللي حصل وقد ايه كنا زعلانين وقد ايه كلنا كنا متضايقين، ولكن ما حدث ان دل يدل على ان هناك سيستم داخل للنادي الاهلي احنا كلنا بنمشي عليه، عندنا اخطاء بنصحح هذه الاخطاء عشان نقف على رجلينا مره تانية، عشان نعرف نجيب بطوله واثنين وثلاثه واربعه وخمسه تاني، عشان خاطر جمهور النادي الاهلي 80 90 مليون اهلاوي اللي موجودين في مصر يبقوا مبسوطين وفرحانين. انا ما بعملش كده علشان اتنطط ولا عشان كذا، لا لا، انا بعمل كده عشان ورايا 80 90 مليون اهلاوي عايزين يبقوا مبسوطين وفرحانين. 80 90 مليون اهلاوي عندهم استعداد يدفعوا كل اللي في جيبهم عشان يروحوا يتفرجوا على نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا زي ما حضراتكم شفتوا في المباراة الاخيرة. ناس او جمهور بيطلع من جيبه علشان يقول لكم احنا واقفين في ظهركم، يقول للاعبين والجهاز الفني ومجلس الادارة. عشان كده احلى حاجة في حياتنا دايما هي جمهور النادي الاهلي، احلى حاجة في حياتنا دايما هي ما حدث من 1907 لغاية دلوقتي. كابتن خطيب لما بيجي يتكلم مع حضراتكم في اي ايفنت بيحصل تلاقيه دايما اول حاجه يقول لك بعد فضل ربنا علينا فضل جمهور النادي الاهلي، بعد فضل ربنا علينا فضل جمهور النادي الاهلي. كلنا عارفين قد ايه ان فضل جمهور النادي الاهلي او ان جمهور النادي الاهلي له الفضل الاول في كل ما وصل اليه النادي الاهلي من 1907 وحتى الان، لانه عنصر موجود على الحلوه وعلى المر. ودايما انا دايما اقول هذه الكلمه يوميا، اللي يراهن على جمهور الاهلي هو كسبان. جمهور بيحرك الصخر، هو مصدر امان اللاعبين بالمناسبه، ومصدر امان كل والاجهزه الفنيه وكل حاجه. ممكن ينتقدك جامد جدا جدا جدا، ولكن هيقف وراك جامد جدا 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 بعدها بيوم بعد ما ينتقدك. والله الواحد انا ما بشوف الصوره دي لوحدها كده جسمي بيقشعر لوحده من غير حاجه، والله مجرد ان احنا بنشوف هذه الصوره وبنسمع هذه الاهازيج الرائعه من التشجيع الرائع من جمهور عظيم وكبير جدا جدا هو جمهور النادي الاهلي. جمهور لازم بعد هذا الانجاز ان انا اشكره، وبعد اي انجاز بيحصل في النادي الاهلي لازم نشكر هذا الجمهور الاهلي، جمهور الاهلي السند، جمهور النادي الاهلي اللي بيتحط في مكانه بالنسبه لنا كلنا كلاعبين. كنت لسه بتكلم مع بعض اللاعبين وبقول لهم، قالوا لي يا كابتن جمهور النادي الاهلي حرك الصخر. والله العظيم بجد بيقولوا هذا الكلام بيننا وبين بعض، لما بنيجي نتكلم بنقول هذا الكلام. هو اللاعب رقم واحد مش رقم 12 زي ما بيقولوا. جمهور الاهلي هو البطل الحقيقي، جمهور الاهلي هو صاحب كل ملاحم الانتصار او كل الملاحم الرائعه في جميع الانتصارات اللي بتحصل دائما مع النادي. لازم الجمهور يفتخر بالجيل ده اللي احنا الحمد لله كل البطولات اللي بنخش فيها الحمد لله 90% بناخدها، وبقول الف الف مبروك للجيل ده. والله بنشكرهم كلهم بجد، الناس دي بتتعب وبتتعب نفسيا من الماتشات اصلا ومن الضغط، يعني احنا بيبقى علينا ضغط، هم ورا التلفزيون بيبقى عليهم ضغط تاني كبير. وشرفنا النادي الاهلي وشرفنا جمهور النادي الاهلي، فانا بشكر الجيل ده، بشكر اللعيبه كلها، ودايما يا رب معانا كده وفي ظهرنا في اي مكان بنروح، ومزيد من البطولات باذن الله. بمناسبة التقرير، طبعا جمهور النادي الأهلي على الرأس، وجمهور النادي الأهلي دائما ما يقف خلف فريقه، ولكن بمناسبة التقرير وأنا قاعد بتفرج دلوقتي الحقيقة يجب أن يكون هناك شكر كبير لكل من ساهم فيما حدث خلال الأسبوعين اللي فاتوا داخل قناة النادي الأهلي. خلال الأسبوعين اللي فاتوا الحمد لله والشكر لله بتجيلنا التقارير ان قناه النادي الاهلي مش هقول الاعلى نسبه مشاهده، لان انا لكن ممكن تكون من افضل ثلاث قنوات رياضيه في كاعلى نسبه مشاهده خلال الاسبوعين اللي فات. طبعا ده بفضل جمهور النادي الاهلي وسعداء جدا جدا، انا واحد من الناس اللي ببقى سعيد جدا جدا بما اراه. اللي بيسعدني اكتر الحقيقه ان احنا ممكن جدا نكون بنعمل مجهود مش باين للناس، مش انا بتكلم هنا على قناة النادي الاهلي بالكامل، ممكن جدا نعمل مجهود ما يكونش باين للناس، البعض ما بيبقاش واخد باله، البعض بيبقى حابب ان هو ينتقد على راسنا وعلى دماغنا، ما عنديش مشكلة، ولكن مش هقول 90%، ولكن هقول
70 80% بيبقى راضي عن ما يحدث وعن ما حدث خلال الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا تحديدا. انا هنا بتكلم عن الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا تحديدا. هوري لحضراتكم حاجات حصلت. مثلا هل حضراتكم عندكم او تعرفوا ان في تغطيه قناه النادي الاهلي بعد فوز النادي الاهلي بدوري ابطال افريقيا للمره ال 12 اتعمل حوالي حاجه و20 لقاء مع كل اللاعبين تقريبا، زميلنا فاروق صلاح ومجموعه العمل اللي كانت موجوده بالكامل، اكتر من 26 لقاء من داخل الملعب ومن داخل غرفه الملابس. ال 26 لقاء تقدروا تتفرجوا عليهم على الصفحه الرسميه لقناه النادي الاهلي. ده كان حاجة رائعة وحاجة جميلة جدا جدا ان انت تشوف لعبتك وتشوف نجومك وهم بيتكلموا معاك بعد الفوز مباشرة. بالمناسبة مفيش حد في مصر ومفيش قناة في مصر حصل فيها اللي حصل. الاستوديو التحليلي كل الناس اللي كانت قاعدة بتتفرج على الاستوديو التحليلي لقناة النادي الاهلي اللي انتهى بالمناسبة الساعة 3 الصبح او 2:30 الصبح، الماتش خلصان الساعة 10، احنا مخلصين الساعة 2:30 3 الصبح. كل اللاعبين اتكلموا، كل اللاعبين طلعوا اللي جواهم، كل اللاعبين شكروا الجماهير، كل اللاعبين من خلال اللقاءات اللي حضراتكم يعني بنجيبها بسرعه جدا لحضراتكم، 26 لقاء واكثر مع كل اعضاء الجهاز الفني تقريبا باستثناء كولر وعرفنا ليه، لكن كل اللاعبين اتكلموا، كل اللاعبين كانوا عايزين يوصلوا صوتهم لجماهير النادي الاهلي من خلال قناتهم قناه النادي الاهلي. فانا الحقيقه بشكر كل العاملين داخل قناة النادي الأهلي على ما حدث خلال الفترة اللي فاتت، وإن شاء الله اللي جاية تبقى أفضل وأفضل كمان. ولكن وجب الشكر الحقيقة، لأنه زي ما قلت لحضراتكم إذا كان هناك بعض الانتقاد، بالمناسبة بنقرأ الانتقاد طالما انتقاد محترم، يعني لأن هناك انتقادات موجهة وتتعدى الاحترام، إحنا لا ننظر لمثل هذه الانتقادات. ولكن ليا أصدقاء كتير جدا بيقولوا لي يا إسلام لازم 1 2 3، بنقعد وبنتكلم كإدارة إن إحنا عايزين نعمل 1 و2 و3 علشان نصل للتميز اللي حصل خلال الفترة اللي فاتت واللي دايما موجود داخل قناة النادي الأهلي. الحقيقة شكرا مرة تانية لكل من ساهم في وصول قناة النادي الأهلي لهذه المنزلة وهذه المكانة الرائعة الحقيقة، اللي بالدليل وبالفيوز اللي موجودة على السوشيال ميديا تقدروا تشوفوا قد إيه المجهود اللي كان بيتعمل، والغرض واحد فقط، حاجة واحدة فقط، هي إسعاد جمهور النادي الأهلي. حبيت أن أنا أقول هذه الكلمات، مش هقدر أتكلم في الموضوع أكتر من كده، ولكن أنا حبيت أن أنا أقول هذه الكلمات وأشكر كل العاملين في قناة النادي الأهلي مرة تانية على كل هذا الدعم. والناس عندها استعداد تقعد للساعة 3 والساعة 4 طلبا لرضا جماهير النادي الأهلي. هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هرجع أكمل مع حضراتكم مرة تانية. الحقيقة عايز أروح لموضوع تاني، ودايما الأهلي هو الأول في مصر وإفريقيا. الدليل على كده أن النادي الأهلي هو أول نادي في قارة أفريقيا يتأهل لبطولة كأس الانتركونتيننتال للأندية 2024. خليني احكي لحضراتكم بسرعه جدا يعني ايه كاس الانتركونتيننتال. كاس الانتركونتيننتال هي بطوله عالميه جديده بين ابطال القارات، واعلن الاتحاد الدولي لكره القدم اقامه النسخه الاولى من هذه البطوله او من هذه الكاس، كاس الانتركونتيننتال التي تجمع ابطال القارات خلال شهر ديسمبر المقبل. الفرق المشاركه في البطوله هتكون، هقولها لحضراتكم، بطل افريقيا النادي الاهلي، بطل اسيا اللي تحدد اول امس مع النادي الاهلي هو العين الاماراتي، وبطل اوكيانوسيا اوكلاند سيتي اللي تحدد ايضا في نفس اليوم، ثم بطل اوروبا الفائز من ريال مدريد وبروسيا دورتموند، اما بطل امريكا الجنوبيه لم يتم تحديده، وبطل امريكا الشماليه لم يحدد الى الان. طيب زمان كنا بنلعب كل سنه من 2005 والحمد لله والشكر لله
لعبنا في كأس العالم للأندية، كان كل سنة. السنة دي الاتحاد الدولي حب ان هو يغير هذا المفهوم، عمل كأس الانتر كونتيننتال هتبقى موجودة كل سنة ما بين أبطال القارات، وهي كأس العالم مصغرة اللي احنا بنشوفها خلال الفترات اللي فاتت، ثم عمل حاجة اسمها كأس العالم للأندية، هيبقى كل أربع سنوات. كل أربع سنوات هتبقى كأس العالم فيها، كأس العالم للأندية فيها 32 فريق. زي كأس العالم للمنتخبات كده. وكأس الانتر كونتيننتال كل سنة. طيب الدنيا هتمشي ازاي؟ بطل اسيا هيلاعب بطل افريقيا اللي هو النادي الاهلي هيلاعب نادي العين في ملعب بطل افريقيا، وده على حسب القرعه، واحد فيهم هيلعب ضد نادي اوكلاند سيتي. الاهلي الاول والافضل في كل شيء. ايضا النهارده الحقيقه قرر مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم تاجيل مباراتي الاهلي والزمالك في دور ال 32 بكأس مصر، حيث من المقرر أن يلتقي الأهلي مع الألمنيوم والزمالك مع بروكسي، وذلك بسبب انطلاق معسكر منتخب مصر غدا الثلاثاء استعدادا لمباراتي بوركينا وغينيا في تصفيات كأس العالم للأندية، واستدعاء أكثر من 3 لاعبين من القطبين لمعسكر الفراعنة. كما تقرر تأجيل مباراة بيراميدز بعد استدعاء إبراهيم عادل ووصول عدد اللاعبين المنضمين من بيراميدز للمنتخب إلى 3 لاعبين. وأيضا تم إعلان مواعيد مباريات دور ال 32 من كأس مصر في وقت سابق بإقامة مواجهة الألمنيوم زي ما حضراتكم فاكرين بقى يوم 29. كل هذه المباريات تم تأجيلها لحين العودة بقى من بعد مباريات المنتخب، وكل التركيز مع منتخبنا خلال الفترة القادمة. ده الحقيقة خبر كان مهم جدا نتكلم فيه، ولأنه زي ما حضراتكم عارفين من المفترض أن ينطلق معسكر منتخبنا الوطني بقيادة كابتن حسام يوم 28 مايو الجاري. هنشوف إيه اللي هيحصل في هذا الأمر، وخلال الساعات القليلة القادمة هنعرف إيه اللي حصل في هذا الأمر. عموما كده خلصت فقرتنا الأولى، هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل النجم الكبير كابتن خالد جدلة ضيف فقرتنا الأولى في هذا اليوم. بجدد التحية بحضراتكم مرة أخرى، وخلوني أرحب بضيفي في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن خالد جدلة. ازيك كابتن؟ كابتن خالد بيحكي لنا كل الماتشات من بدري. ازيك كابتن خالد؟ ازاي صحتك؟ أخبار حضرتك إيه؟ ألف مبروك. الله يبارك فيك، ومبروك لكل جماهير النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي وكابتن محمود الخطيب. بطولة جديدة بتضاف لسجلات بطولات النادي الأهلي يا كابتن خالد، حاجة جميلة جدا الحقيقة. طبعا، وبطولة غالية غالية علينا. والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى بتوفيقه قدر لعيبة النادي الأهلي ان هم يحصلوا على البطولة رقم 12، وده انجاز في اخر 5 سنين. وصلوا 5 فاينل، كسبنا 4، انجاز تاريخي بالنسبة لهذا الجيل اللي انا بسميه جيل عظيم، ولعيبة على قد المسؤولية وعلى قدر كبير جدا من المسؤولية وتحمل المسؤولية، شرفوا جماهير النادي الاهلي وشرفوا اداره النادي الاهلي وشرفونا جميعا واسعدونا بهذه البطوله الغاليه. لا، والميزه ان انت يعني انت خدت ال 12 دلوقتي بتسمع ال 13 كمان على طول من ثاني يوم. تستناش يعني الراجل في المؤتمر الصحفي قال هذا الكلام مستر كولر، حتى قال لك انا عارف ان الناس وانا ماشي هتقول لي كولر فين ال 13. يا هو النادي الاهلي كده على مدار التاريخ ومدار الاجيال ومدار العصور، هو النادي الاهلي كده بيكسب بطوله بيفكر في البطوله اللي بعديها، وعشان كده هو نادي السعاده. انا مسمي النادي الاهلي هو نادي السعاده اللي بيخلي كل الشعب المصري في حاله سعاده وحاله انبساط. 12 بطولة مهمين جدا، ولكن من وجهة نظرك هل الماتش كان صعب؟ الماتش كان صعب مش على المستوى الفني، هو كان صعب على المستوى الخططي اللي بيلعب بيه الترجي. صح. ان هو ازاي بيقفل الماتشات وما بيبقاش فيه مساحات، ما بيخليش اي فرقة قدامه تقدر يبقى فيه مساحات تقدر تلعب فيها بشكل مستريح،
ويمكن كنت معاك انا في حلقه قبل الماتش وقلت الماتش الاولاني صعوبته اللي كان في تونس صعوبته بفرقه الترجي فنيا احنا احسن منها بشكل كبير جدا صحيح. على مستوى الثلاث خطوط، ولكن المدرب بتاعهم كاردوزو والاسلوب الخططي البحت في الدفاع اللي بيلعب بيه هو اللي كان مدي شويه قلق، ولكن الحمد لله برضو بخبره لعيبه النادي الاهلي ولعبتنا عندهم خبره كبيره جدا بيقدروا يتغلبوا على كل حاجه بيشوفوها في 90 دقيقه. صحيح احنا بس في الماتش يا كابتن اللي يقول لك ما شفناش مثلا هجمه خطر من الترجي على مرمى النادي الاهلي باستثناء الكره اللي كنا انا وحضرتك بنتكلم فيها ما بين بره الهوا، يعني الكره اللي بتاعت اللي اتلعبت لساسو وحطها بيمينه على الشوطة. شمال الشوطه بتاعت ساسا بالظبط، هي دي الكره الوحيده اللي كانت فرصه طول المباراه اللي لعب في نص الملعب، ما فيش مصطفى شوبير ما جاتلوش حاجه خالص صحيح. حتى في الماتش الاولاني هم ليهم فرصه في اول دقيقتين اللي بالهيدز راس الحربه مظبوط، وبعد كده ما لهمش فرص خالص فرص. وده برضو مش من فراغ، هما فرقه لو انت اديتها برضو مساحه وما كانش عندك لعيبتك عندها تمركز جيد في الدفاع لا ممكن يلعبوا عليك، ولكن احنا لعبتنا لعبت النادي الاهلي اللي بيميزهم على المستوى الافريقي والمستوى المحلي ازاي وانت بتهاجم كل لعيب بيوصل للنقطه اللي المفروض يوصل لها، وانت بتدافع اللعيب يرجع يوصل للنقطه اللي المفروض يكون فيها. بمعنى سهل شويه، تمركز لعيبه النادي الاهلي اكبر ميزه بيتميزوا بيها، وحفظهم لواجبات مراكزهم برضو بتفرق كتير جدا. فعشان كده مفيش فرقه تقدر ان انت تلعب عليك كوره ولا تقدر تجيب فيك اجوان ولا تلاقيش غلطات، ما بتلاقيش نسبه التركيز بتبقى عاليه جدا، تلاقيش حد سرحان. يعني احنا الحمد لله فرقه تقيله ولعبتنا فرقه لعيبه تقيله، وزي ما بقول لك اسعدونا واسعدوا مصر كلها. مين من وجهه نظرك هو نجم هذه البطوله؟ كل الفرقه يعني بصراحه كل الفرقه، كل واحد اشترك في هذه البطوله كان نجم على مستوى عالي جدا أوكي. على قدر المسؤوليه، كلهم تحملوا المسؤوليه بشكل كويس جدا، حتى اللي كان بعيد ورجع يلعب. يعني مثلا على سبيل المثال مثلا كريم فؤاد، ممكن قبل ما ناخد أو من حضرتك رايك في هذا الامر خلينا نروح ل استاذ محمد الضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي. استاذ محمد ازي حضرتك يا فندم؟ ازيك يا اسلام اخبارك ايه؟ الحمد لله حبيبي ربنا يخليك. كابتن خالد اخبارك ايه؟ اهلا بيك يا استاذ محمد، تحياتي ليك. حبيبي يعني اولا الف مبروك بطوله رقم 12، لسه كنا بنتكلم بطوله رقم 12 وحضرتك الان عضو مجلس اداره، ولكن قبل كده كنت مشجع للنادي الاهلي في المدرجات، كنت بتشجع من يعني من 2003 2004 على ما اتذكر. لا من 2000، لا انا من التسعينات كنت لسه صغير. لا كنت لسه صغير بس اول بطوله اوعى عليها في افريقيا كانت 2001، انا من 87 مش فاكرها قوي، بس 2001 كانت اول واحده في الاستاديا. البطوله دي كانت بالنسبه لك ايه يا استاذ محمد؟ رقم 12 اللي احنا فيها، يعني فكرة انك انت تعمل اربع بطولات في خمس سنين ده انجاز كبير جدا. اكيد من الاول ما كنتش متوقع ان احنا هنقدر نكسب البطولة السنه دي، لكن الحمد لله الامور مشيت بشكل كويس وبشكل سلس. فدي بقى خبرات المتراكمة للجيل الحالي اللي لازم نديله حقه ونقول ان هو جيل تاريخي بكل المقاييس، عمل اللي ما حدش عمله في افريقيا. اعتقد ده افضل نتائج النادي الاهلي على الصعيد الافريقي يمكن على مر التاريخ، اربع بطولات في خمس سنين دوري الابطال. فالخبرات هي اللي وصلتنا للي احنا فيه النهارده، بقينا بنعرف نكسب، بقينا بنعرف نمشي الماتشات زي ما احنا عايزين، والحمد لله الامور مشيت بشكل كويس. اهم المطبات في البطوله كلها، يعني هل احنا البطوله دي ما اتغلبناش ولا مباراه؟ ولكن البطوله دي زي ما بقول لك مشيت بشكل لحد كتير سلس، يعني ما كانش فيها مطبات مثلا زي البطوله اللي فاتت. احنا البطوله اللي هي في 11 كسبنا في المغرب، يعني كنا متاخرين وعبد المنعم جاب جون في يعني وكنا اتغلبنا في المجموعات صح؟ كنا اتغلبنا في المجموعات وطلعنا من المجموعات بصعوبه، ويعني كانت الامور كانت اصعب من الصوره اللي فاتت. المره دي الامور الى حد ما يعني طلعنا من المجموعات متصدرين، يعني دي كانت اول مره نطلع متصدرين المجموعه من صحيح من سنه 2019، ما كانش عندنا مشكله في المجموعات الحمد لله. في الادوار الاستثنائيه كلها يعني كسبنا سيمبا بره، تعادلنا مع مازيمبي والترجي، يعني الحمد لله الامور مشيت ثالثة في البطولة دي الحمد لله. استاذ محمد بما انك ذكرت 2019 ووجهة نظر يعني، وحضرتك كنت عضو مجلس إدارة برضو، ف 2019 كانت البداية، وأنا قلتها في الإنترو من شوية، إن كانت البداية
وهي اعتذار اللاعبين بعد الهزيمة الكبيرة اللي كانت أول مرة تحصل الحقيقة لنا في بريتوريا. أعتقد من بعد هذا الأمر، ودي ميزة النادي الأهلي، إن هو بيعرف إن هو عنده أخطاء، فمجلس الإدارة مفوض أو بيفوض المشرف على الكرة كابتن محمود الخطيب إن هو يقدر يعمل اللي هو شايفه في مصلحة الفريق. ده حصل 2020 2021 2022 2023 2024، أنت بتصل للنهائي بتاخد 4 من 5. خلينا ندي كل واحد حقه، يعني بعيد عن مجلس الإدارة لازم يعني نقول الكابتن الخطيب قدر إن هو يحول دفة الأمور في النادي الأهلي في الشؤون الكروية، ولازم ياخد حقه بعد المجهود اللي اتعمل بشكل كبير على مدار الخمس سنين اللي فاتت. 5 مشاركات على التوالي في كأس العالم، 3 ميداليات برونزية، 5 نهائي على التوالي منهم 4 ألقاب، لازم ندي كل واحد حقه. كابتن الخطيب استحمل كتير، اشتغل في ظروف صعبة، ظروف صعبة جدا، ضغط كبير من الجمهور ومن السوشيال ميديا، حرب كتير على النادي الأهلي، ومع ذلك مش بس عدى البر الأمان، لا عدى وعدى بإنجازات كبيرة. ده طبعا مجهود يشكر عليه إدارة الكورة في النادي الأهلي بقيادة كابتن الخطيب، كل بقى الأطراف اللي موجودة سواء لجنة التخطيط أو شركة كورة أو طبعا جهاز فني ولاعبين. زي ما أنت بتقول من 2019 الدفة اتحولت تماما إفريقيا، والحمد لله زي ما بقول دلوقتي الجيل ده بقى عنده الخبرات اللي بتخليك تقدر تكسب بطولات من غير ما تحس باي مطبات زي ما احنا كنا بنتكلم. بس كده احنا بينا وبين بعض، احنا بينا وبين بعض بنقول احنا عايزين ال 13، ولكن الامور بتصعب برضه، لان انت يعني الانديه كل سنه بتحاول ان هي تقوي من نفسها، وايضا النادي الاهلي سقف جمهور، سقف طموح جمهور النادي الاهلي ملوش حدود حقيقي. يعني وانا اولهم، يعني ان انا طبعا بنفكر في اللي جاي، يعني احنا النهارده بقالنا يومين خلاص انت بتفكر بتقفل الصفحه وبتفكر في اللي بعده. عندنا دوري وعندنا سوبر وعندنا كاس، وعندنا السنه اللي جايه في كاس عالم للانديه اللي في امريكا، وفي كاس الانتركونتيننتال الجديده اللي موجوده. طموح جمهور النادي الاهلي ملوش حدود، وبنفرح لكن يعني ما بنفرحش كتير، لان احنا دايما عايزين نكسر ارقام، وعايزين اي حد النهارده يلعب عقبال ال 13. محدش النهارده بيبارك لك كده ويقول لك مبروك وخلاص، كله النهارده بيفكر في ال 13 وكله بيفكر في البطولات اللي جايه، ودي عظمه النادي الاهلي واللي بيخليه مختلف عن اي نادي تاني. برضه يا استاذ محمد الحقيقه يجب ان احنا زي ما بنقول الكوره، ولكن نقول ان مجلس اداره النادي الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب الحقيقه عاملين طفره رياضيه واداريه وانشائيه كبيره جدا جدا يستحقوا عليها في كل مقرات النادي الاهلي في كل مكان الحقيقه، وان شاء الله تبقى اكتر واكتر خلال المرحله اللي جايه، وبالتالي تستحق كل الشكر الحقيقه على المجهود اللي بيبذل. زي ما بقول لك احنا في الاخر بنحاول نعمل اللي علينا، بنحاول نجتهد، لان النادي الاهلي يستحق ده، وجمهوره يستحق ده، وجمعيته العموميه تستحق ده. بنحاول نجتهد في كل الاتجاهات وفي كل الملفات، والحمد لله ربنا بيوفقنا في حاجات كتير، وكرم ربنا علينا كتير الحمد لله. وفي حاجات ثانيه يعني ما بنوفقش فيها من اول مره، وبنحاول تاني وبنركز تاني، وفي الاخر زي ما بقول لك توفيق ربنا مهم جدا، احنا في الاخر في رياضه بتخطط وبتشتغل مظبوط، التوفيق ربنا بيديهولك، والحمد لله الامور ماشيه بشكل مرضي، ولسه عندنا طموح للاحسن ان شاء الله. اخيرا رساله، لو حابب توجه رساله لجمهور النادي الاهلي. اقول لهم مبروك، ودايما كده انتوا السند وظهر النادي الاهلي، ودايما انتوا اللي بتزقوا المنظومه كلها لقدام. يعني عظمه النادي الاهلي ان جمهوره هو اللي بيزق المنظومه كلها بسبب الطموح الكبير بتاعهم. ويا رب دايما تبقوا مبسوطين، ويا رب دايما في أفراح. انا بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ محمد الضماطي عضو مجلس اداره النادي الاهلي، الحقيقه تحيه كبيره. طبعا هو مش عايز يتكلم، ولكن هو من حقه ومن حق كل اعضاء مجلس الاداره ورئيس مجلس الاداره كابتن محمود الخطيب ان هم يعني نقول لهم شكرا، لانه طبعاً مجهود كبير جدا جدا بيبذل. لما بتيجي تتكلم معاهم يقول لك اهم حاجه جمهور النادي الاهلي يبقى راضي، ولكن هو بالفعل مجهود ملحوظ سواء في مقرات النادي المختلفه من انشاءات واضحه في كل مكان، افتتاح مقر جديد للنادي الاهلي في التجمع الخامس، اللي بيحصل في الطفره الانشائيه الكبيره اللي بتحصل في الشيخ زايد، الطفره الانشائيه الكبيره اللي بتحصل في مدينه نصر والجزيره. لا بصراحة طبعا كل الشكر للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي بالكامل بكل أعضائه، لأن هم بصراحة نجاحات كبيرة جدا على مستوى كرة القدم ومستوى الألعاب
الالعاب الاخرى وعلى مستوى خدمه الجمعيه العموميه، يعني كمقرات للانديه زي ما انت اتكلمت حاجه على اعلى مستوى. شوف الجزيره يعني مقر التتش، الجزيره المقر الرئيسي، مدينه نصر، الشيخ زايد، التجمع الخامس، حاجه تفرح. عاملين مجهود كبير جدا، وواضح ان هم عايزين يسعدوا جماهير النادي الاهلي ويسعدوا الجمعيه العموميه بتاعه النادي الاهلي، فكل الشكر ليهم يعني. اعتقد ان ده حاجه جميله جدا. وعندنا مجلس اداره الحقيقه دايما لما تيجي تتكلم معاهم والله يقول لك ايه يا جماعه عادي، احنا ده المفروض المجهود اللي احنا بنعمله ده الطبيعي يعني. فبنشكرهم الحقيقه، مجلس اداره النادي الاهلي يستحق كل الشكر، سواء من الناحيه الاداريه او الانشائيه او حتى الرياضيه، لانه الاختيارات بتكون في مكانها. يعني عندما تختار طفره كبيره في كل الالعاب الرياضيه زي ما حضرتك طبعا طبعا، وجود مدير النشاط الرياضي زي كابتن خالد العوضي، ايضا مدير كوره جديد كابتن خالد بيبو، بيحصل معاه اللي بيحصل، وكولر ووجوده في الاداره الفنيه لكره القدم والبطولات اللي اتخذت خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا، اعتقد شيء يستحق عليه كل التحيه وكل التقدير. طبعا طبعا، يعني هم بيتعبوا جدا ومركزين جدا، والنادي الاهلي دايما كل واحد في الملف اللي ماسكه بيشتغل بشكل كبير جدا، وبيوصل عشان يقدر يوصل للنجاح ويقدر يوصل ان هو يعمل حاجه كويسه، فكل الشكر ليهم طبعا. طيب نرجع تاني للنواحي الفنيه في المباراه، يعني زي ما كنا بنتكلم عن نجوم المباراه من او نجوم البطوله كلها من وجهه نظرك يا كابتن خالد. زي ما قلت لك كابتن اسلام، كل اللعيبه الفريق كله كانوا نجوم. وحدي مثال بس بسيط في اخر ماتش، كريم فؤاد مثلا لعب في مكان مش مكانه، مش مركزه الاصلي، وكان بعيد عن المشاركه، ولكن نزل وادى بشكل كويس جدا، ما تقولش ان هو كان بعيد. وهي صحيح. دي بقى المنتاليتي والبيرسوناليتي بتاعت لعيبه النادي الاهلي، شخصيتهم، شخصيه النادي الاهلي وشخصيه اللعيبه دايما بتبان ودايما بيفرضوها، دايما متحملين المسؤوليه، سواء بتلعب سواء ما بتلعبش، سواء هتلعب شويه بسيطه، كل واحد عارف دوره وبيقوم بيه على اكمل وجه. وعشان كده التوفيق دايما بيبقى في جانب النادي الاهلي في معظم الاحيان يعني. شفت اجواء المباراه ازاي؟ التشجيع، الجمهور، وجود الجمهور، العامل ده كان له، او عامل الجمهور ده دايما بيبقى هو الاساس في كل شيء في مثل هذه المباريات. هل بتشوف ان كانوا بيسبب ضغط سن على اللاعبين من وجهه نظرك؟ لا، انا من وجهه نظري جمهور النادي الاهلي دايما بيبقى داعم بشكل كبير جدا، وما بيسببش ضغط على اللعيبه ولا حاجه، بالعكس بيديهم مزيد من تحمل المسؤوليه ومن الثقه ومن الاستمراريه في النجاح. وشكل الملعب كان حاجه تفرح، جماهير النادي الاهلي كانت حاجه تفرح، مظهر حضاري بشكل كبير جدا، حتى على مستوى التكريم وتسليم الجوائز شفنا حاجه مشرفه تليق باسم النادي الاهلي وبتاريخ ومكانه النادي الاهلي. فكل اللعيبه بصراحه وجماهير النادي الاهلي كانوا في ادوا صوره حضاريه مشرقه لمصرنا الحبيبه. وكان طبعا هو اللاعب رقم 12، جمهور هو اللاعب رقم 12 على مدار العصور وعلى مدار التاريخ. صحيح. وهو السبب الرئيسي بنسبه 80 او 70% السبب الرئيسي في ان النادي الاهلي كسب كل البطولات على مدار التاريخ. الحقيقه المجموعه اللي قدامنا دي مجموعه قويه جدا، قويه ذهنيا زي ما حضرتك كنت بتتكلم من شويه، قويه ذهنيا، قويه فنيا، وبالتالي مجموعه من اللاعبين جيل رائع يستحقوا الحقيقه. تعرضوا برضو، خلي بال حضرتك برضو، وجود السوشيال ميديا زي ما بتعلي جامد جدا في وقت بتبقى اداه كبيره جدا للنقد. طبعا، وفي منتهى الخطوره. صحيح. عشان كده هم بيجوا يعني بيبقى في وقت معين لازم يبعدوا عن السوشيال ميديا ويبعدوا عن الكلام ده كله، بحيث ان التركيز بتاعهم ما يتشتتش. وفي نقطه انا عايز اتكلم عليها. على هذا الجيل. العظيم زي ما قلت لك من اللعيبه، الجيل دون بيملك من الثبات الانفعالي بشكل رهيب جدا، بالذات في المنافسات الكبرى والبطولات الكبيره، بتلاقي كل لعيب عنده ثبات انفعالي بشكل كبير جدا، بحيث ان هو ما بيخرجش، يعني بيبقى فيه تركيز بس ما فيش خوف، في ثقه كبيره جدا وفي تركيز وفي شعور بالمسؤوليه. فهم بصراحه يعني دي كلها ادوات النجاح هم بيمتلكوها، وعشان كده يعني ربنا كرمهم وقدروا ان هم يكسبوا بطوله افريقيا رقم 12. ايه الفرق يا كابتن ما بين النسخه دي من هذا الجيل، يعني في النسخه دي تحديدا من البطوله، والنسخ السابقه والاجيال السابقه؟ يعني ايه اللي انت شايفه يميز هذا الجيل عشان يصل لكل هذه الارقام القياسيه والاعجازيه؟
اللي بيميز هذا الجيل هو الأحسن والأقوى فنيا على مستوى أفريقي ما بين كل الفرق في الأوقات الحالية في آخر خمس سنوات. يعني آخر خمس سنوات فرقة النادي الأهلي هي الأقوى والأحسن على مستوى أفريقيا، عشان كده قدروا أن هم يوصلوا خمس مرات فاينل ويكسبوا البطولة أربع مرات في آخر خمس سنوات، ودي حاجة مش سهلة على فكرة، حاجة صعبة جدا، ولكن هم يمتلكوا كل المقومات الفنية اللي تؤهلهم أن هم حتى ما يخسروش بطولة، يعني ناخد البطولات اللي جاية بإذن الله على طول، يعني لأن هم بيتمتعوا على المستوى الفردي والمستوى الجماعي بإمكانيات فردية وفنية على مستوى عالي جدا. أبرز مكاسب هذه البطولة من وجهة نظرك؟ طبعا الحصول على بطولة في وقت مهم جدا، البطولة رقم 12، المدخلات المادية اللي هتخش النادي، الجوائز دي حاجة 4 مليون تقريبا، 4 مليون دولار، حاجة هايلة هتساعد طبعا، هتخش في ميزانية الكورة وهتساعد في الصرف وفي تدعيم الفرقة في الاوقات اللي جايه، لو انت طبعا، لان انت بقى على دخلت على مستويات تانية محتاج تدعيم بشكل تاني في بعض المراكز، بحيث ان هو يدي لك قوه تقدر ان انت تنافس بقى في كاس عالم الانديه، واللي تجيب لك الفلوس، لان هي العمليه دلوقتي بقت مش حكايه لعب ومكسب، انت بتلعب عشان تكسب عشان تجيب فلوس. صحيح. لان الكوره بقت استثمار، الرياضه بقت استثمار. صحيح. ومجلس اداره النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب ماشيين في هذا الاتجاه بشكل كويس جدا، يعني كل التركيز اللي هم بيركزوا فيه في حصد البطولات عشان يقدروا ان هم يبقى في مدخلات ماديه تخش خزينه النادي الاهلي تساعده في الصرف على كل الألعاب اللي هو بيديرها. يعني طيب، بطولة مهمة في وقت مهم، مدخولات مادية مهمة جدا يستطيع بها النادي الأهلي ان هو يعمل الفترة اللي جاية فريق اخر لو حبينا. يعني بالظبط. ولكن النواقص اللي موجودة من وجهة نظرك في النادي الأهلي؟ لا يعني في مراكز محتاجة تدعيم، يعني مثلا مركز الظهير الأيسر محتاجين ان يبقى فيه حد موجود فيه بشكل برضو تقيل، يبقى موجود ان انت تقدر تعتمد عليه مع الناس اللي موجودة. مركز راس الحربة محتاجين راس حربة تاني، من وجهة نظري يعني كنت بقول الكلام ده من زمان، انا اتمنى في راس حربة للنادي الاهلي ليه مميزات وسمات معينة مش موجودة في الجيل اللي موجود دلوقتي، وهيساعد اللعيبة بشكل كبير جدا، لان قوة النادي الاهلي عنده لعيبة كتيرة قوي في نص الملعب اللي بيجوا من تحت القدام على مستوى مهاري عالي جدا، محتاجين راس حربة محطة قوي جسمانيا بيلعب بدماغه كويس سريع فيه، بس عايزين حد يبقى معاه كمان وممكن بكواليتي اعلى شويه، اقوى شويه، انما المواصفات دي موجوده في وسام، ولكن محتاجين حد تاني، لان انت هتشترك في مستويات اخرى، مستويات اخرى، وهتلعب قدام فرق مستويات متقدمه شويه وبطولات كتيره، والنادي الاهلي مطالب ان هو اي بطوله بيخش فيها لازم يكسبها، وعايزين الطفره اللي جايه باذن الله تكون في كاس العالم للانديه. كاس الانتر كونتيننتال اللي هي مونديال الانديه يعني بشكل باسم بمسمى اخر، شايف هذه البطوله دي ازاي من وجهه نظرك؟ برضو انت هتلعبها في شهر 12 اللي جاي، خلي بالك احنا النهارده في شهر 6، فجاه هتلاقي او داخلين يعني على اخر 5 اول 6، ففي الاخر ففجاه هتلاقي نفسك انت يا دوبك قبل ما تخلص الدوري هتاخد اجازه، لو خدتها هترجع تلعب بدايه الدوري الجديد، هتبتدي تخش في دوري ابطال افريقيا، هتبتدي تخش في الكاس الدوري كاس الانتر كونتيننتال، هتبتدي تفكر في كاس السوبر المصري، هتبتدي حاجات كتيره جدا، السوبر الافريقي، هتبتدي تفكر في حاجات كتيره جدا. بالظبط. فانت محتاج تدعيم. انتر كونتيننتال دي حضرتك شايفها ازاي؟ لا بطوله مهمه جدا هتبقى بالنسبه لنا، بالنسبه للنادي الاهلي هتبقى بطوله مهمه، لازم نحط رجلنا فيها بشكل كويس ونقدم مستويات كويسه كمان. لان هتجيب فلوس كويسه طبعا، فانت لازم تأدي بشكل كويس يناسب اسمك وتاريخك كنادي اهلي كبطل افريقيا. عشان كده محتاجين تدعيم في المركزين اللي انا قلت لك عليهم، الظهير الايسر وراس حربه، وكل بس المشكله ان احنا ممكن نلعب كاس الكونتيننتال ده من غير راحات، لان انت الدوري بتاعنا مش عارفين هيخلص امتى. مش مشكله ده 90%. مش عارفين هيخلص امتى الدوري، يعني ممكن يخلص بيقولوا 15/8. نتمنى ذلك. طب يا ريت يخلص 15/8، يعني احنا كده متاخرين قوي. يعني شايف انه ممكن يوصل بعد 15/8؟ طبعا انا اتوقع ان هو في شهر 9 يعني يخلص ونبتدي، يعني فاللعيبه هتاخد راحه امتى وتبتدي امتى، فطبعا كل الدربكه دي
انا اتمنى ان احنا نخلص بقى من الكلام ده ويتحط نظام كويس بحيث ان لعبتنا تستريح وتاخد زي كل دول العالم. كل دول العالم دوريات خلصت النهارده، اخر الدوري السعودي بيخلص النهارده كمنطقه عربيه يعني. بالنسبه لانجلترا خلص، الاسبانيا خلص، كله خلص. فاللعيبه بتاخد من حقها ان هي تاخد لها على الاقل شهر راحه. انا اتمنى ان احنا ما نقعدش نحرق في لعيبتنا، لان احنا برضو ما بقاش عندنا كم كبير قوي من اللعيبه. احنا لازم نحافظ على اللي موجود، لان اللي طالع قليل، فنحافظ على اللي موجود مش عايزين نحرقه. فاتمنى ان يتحط نظام بقى كويس بحيث ان الدنيا تمشي بشكل منتظم يعني. هنكمل كلامنا مع كابتن خالد، ولكن خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مره ثانيه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن خالد، السوبر الافريقي الاهلي والزمالك، بطل دوري ابطال افريقيا الاهلي، بطل الكونفدراليه الزمالك، كيف ترى هذه البطوله؟ البطوله هتبقى مهمه جدا بالنسبه لنا كنادي اهلي يعني، وباذن الله لاعبتنا قادرين ان هم يكسبوا هذه البطوله ويؤدوا بشكل كويس. يعني احنا انا دلوقتي يعني كل جماهير النادي الاهلي من دلوقتي بتطالب لعبتنا انها تحرز هذه البطوله على حساب نادي الزمالك، لان برضو الفوارق الفنيه بدون تعصب وبدون انتماءات، الفوارق الفنيه بتصب في مصلحه لعيبه النادي الاهلي بشكل كبير جدا. فنتمنى باذن الله التوفيق يكون معانا وان احنا نكسب البطوله. لو رجعنا للدوري، الدوري العام، ودلوقتي بيراميدز النهارده كسب اعتقد الجونه 1-0، الزمالك كسب الاتحاد 2-0، ف الدوري ابتدى يتحرك مرة أخرى. الأهلي مش هيرجع غير بعد التوقف الأجندة الدولية، وبالتالي شايف الدوري إزاي في ظل هذه الظروف؟ الدوري بإذن الله لما النادي الأهلي هيرجع ويبتدي يلعب ماتشات ويبتدي يكسب بإذن الله، بإذن الله هيستطيع أنه هو كل الماتشات المؤجلة دي يكسبها، فهيبقى فرق في البناط، فرق بشكل كبير جداً، وده يبقى الامر لا الطبيعي. لا، هيبقى فرق نقطه واحده بينه وبين بيراميدز لو الاهلي كسب، لو الاهلي كل الماتشات كسبها هيبقى نقطه واحده تقريبا، ده اللي انا فاكره. ما بينه ولكن برضو النادي الاهلي على مستوى البطوله المحليه، على مستوى الدوري، لا باذن الله انا شايف اللعيبه طول ما هي بحالتها الفنيه اللي احنا عارفينها عنهم، كل ما يكون في تركيز، كل ما في تحمل مسؤوليه، باذن الله ما فيش مشكله في الاحتفاظ ببطوله الدوري باذن الله. مين المنافس السنه دي مع النادي الاهلي؟ هل هو بيراميدز؟ هل هو الزمالك؟ هل فرق اخرى؟ ما فيش. انا من وجهه نظري لا، ما فيش منافس النادي الاهلي. لان لو نقول كلمه منافس يبقى لما نشوف مثلا بيراميدز بيلعب قدام الاهلي نحس بيراميدز قدام النادي الاهلي، نحس ان في راس قدام راس يعني الاثنين على الفني تقصد؟ بالظبط. ولكن لا، هناك فروقات يعني. انا بتفرج على بيراميدز والجونه، لا يعني حاجه يعني بدون بقى ما اخش في تفاصيل، لا حاجه ماتش ما عجبكش خالص خالص، لا 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 خالص يعني. لو انت مش عارف بيراميدز وهي متصدره مثلا الدوري ما هتقول بس ايه في ماتشات، يقول لك في ماتشات بيبقى وحش لكن بكسب وخلاص وبقرب من الاهلي. ما هو لغايه لما يجي قدام النادي الاهلي، ما هو انت اي فرقه عشان تقدر تنافس النادي الاهلي لازم يكون مستواها الفني بتقدر ان هي يكون في استمراريه في ان هي بتلعب كويس. مش ماتش وماتشين لا، او ماتش وثلاث ماتشات، فلازم يكون في استمراريه وفي ثبات في المستوى. مفيش فرقه في الدوري المصري يعني بدءا حتى الزمالك مفيش ثبات في المستوى، ولا بيراميدز ولا الزمالك ولا اي فرقه في الدوري. بتشوفها النهارده كويسه، ممكن تلاقيها الماتش اللي جاي وحشه قوي، الماتش اللي بعديه نص نص، الماتش اللي بعديه وحش، الماتش اللي بعديه كويس. مفيش ثبات. الفرقه الوحيده اللي عندها ثبات في المستوى هو النادي الاهلي، وهو عشان كده النادي الاهلي دايما بيضمن الفوز بالبطولات، لان في حتى لما بيكون وحش يعني ما بينزلش عن 7/10، انما ما فيش 4/10 و3/10 و10/10، لا، في ثبات في المستوى ما بين 10/10 ل7/10. طيب مباراة الاتحاد والزمالك النهارده اتفرجت عليها شويه؟ اتفرجت عليها اتفرجت. في فترات كانت كويسه يعني، في فترات كان في سرعه وفي تحرك وفي كوره كويسه، ولكن بالنسبه لنادي الزمالك الثبات في المستوى هو ده اللي يعني. ممكن الزمالك الماتش اللي فات قدام فيوتشر مثلا اتعادلوا بعد الفوز بالكونفدراليه،
كان المفروض يبقى هم بيلعبوا ماتش في الدوري عندهم ثقه كبيره ان هم يكسبوا، لكن حسيت ان الكيرف نزل والمستوى قل وتعادلوا. النهارده الكيرف طلع والمستوى بقى كويس. اوكي. الماتش اللي جاي ما تضمنش هل اللعيبه هتلعب زي ما هي دي الفكره اللي حضرتك بتتكلم فيها. هي دي اللي انا النهارده كويسين فيه. الماتش اللي فات مش عارف الماتش اللي بعده بالظبط على المستوى الفردي والمستوى الجماعي. يعني حاجات يعني مثلا النهارده مصطفى شلبي اللي اتفرج النهارده على مصطفى شلبي يقول اول مره يلعب كوره. يعني كانش كويس خالص راجع من اصابه. ايوه بس لا يعني في فرق ان انا ما اكونش كويس وما ما اقول ان ده انا اول مره العب. لا يعني والاتحاد برضو ظهر بشكل جيد اعتقد بشكل جيد ولكن في حدود الامكانيات يعني. يمكن طارق العشري لعب في غير طريقه اللعب ولعب 5 3 2 في بدايه الماتش على اساس يامن نفسه. لعب بثلاثه سردباكات. انا ما اتفرجتش على الماتش اصلا. لا انا اتفرجت عليه كله. لعب بثلاثه سردباكات ابتدى 5 3 2 وبعد ما الزمالك الشوط الاولاني جاب جون وكسبان ابتدى غير طلع واحد ولعب 4 4 2 ولكن كان الوقت الزمالك النهارده كانوا بيلعبوا كوره كويسه. اوكي. يعمل ماتشات كويسه بس ملعب استاد برج العرب برضه استاد الجيش برج العرب. بس انا برضه يعني كلمه حق عشان انا دايما انا بحب انا عن نفسي يعني طبعًا. بحب لعيبه الكوره الكويسين. طبعا. عبد الله السعيد في سنه حتى ده دلوقتي ليه الفضل الاكبر في الشكل اللي بيظهر فيه نادي الزمالك دلوقتي من ناحيه الاحتفاظ بالكوره والنقل انا بصراحه هو عبد الله يعني لا احد يختلف على عبد الله بصراحه يعني كلاعب كوره لا احد يختلف عليه بصراحه. انا لما بقعد اتفرج في لما يكون الزمالك بيلعب عشان اتفرج على عبد الله. اوكي. لان اولا هو لعيب موهوب ولعيب كبير وكنت اتمنى كنت شوف على حسب كمان على حسب وضعه وسنه كنت اتمنى ان حسام حسن ياخده. ليه؟ لان انت ممكن تستفيد من عبد الله السعيد مش على مدار 90 دقيقه في اجزاء معينه يعني لو هيلعب نص ساعه لا هيدي لك نص ساعه احسن من اي حد من ناحيه استلام الكوره والباص ممكن يعمل لك واحد ثرو باس لان انا بحس بيه. ليه؟ لان انا كانت طريقه لعبي كده نفس عبد الله بالظبط. لا اللعيب الوحيد اللي يعني بلغه الكوره يسلك لك الكوره هو يعرف يطلع لك الكوره يعني. بس لو بصينا على الجانب الاخر لو رحنا مثلا لاختيارات المنتخب مع كابتن حسام اختيار عبد الله عدم اختيار عبد الله انا اسف عدم اختياره منطقي ان هو السن ومش هيكمل وكذا من وجهه نظر الكثير يعني. ايوه. ولكن على الجانب الاخر مثلا هو ما اختارش واحد زي عمر كمال كابتن حسام. ايوه. ما اختارش او اختار مثلا واحد زي محمد الشامي راس حربه. ايوه. ما اختارش واحد زي عمر جابر ناحيه اليمين. ايوه. ما اختارش واحد زي قفشه. ما اختارش واحد زي احمد حسن كوكا اللي هو اللي بيلعب في تركيا. بالظبط. ما اختارش مثلا واختار محمد الشامي اللي ما بيلعبش اساسي في المصري. ايوه بقى له ماتشين ثلاثه يعني. بالظبط. عمر كمال واحد من افضل اللاعبين. عمر جابر واحد من افضل اللاعبين في المكان ناحيه اليمين. ايوه. فانت هنا ناحيه الشمال مثلا اختياره لفتوح وحمدي ما فيش غير يعني هما الاثنين موجودين زمالك وبيراميدز. الاستوبرز ماشي يعني اختار رامي وياسر ومحمد عبد المنعم واحمد بكم. أيوه. ماشي. ولكن في عمر الساعي من الاسماعيلي لعيب صغير وموهوب وكل الناس جاب جون حلو في ماتش البنك الاهلي اللي في الدقيقه الاخيره. أيوه. الثانيه الاخيره. ايوه. في عدم منطقيه في الاختيارات من كابتن حسام من وجهه نظرك في بعض في حاجات في كويسه طبعا. وفي حاجات مش كويسه خانوا يمكن التوفيق شويه. ولكن المرحله اللي داخل عليها حسام وداخل عليها مصر الماتشين دول في منتهى الاهميه ومش هياخد حد غير لما يكون واثق مليون في مقتنع بيه وواثق مليون في الميه انه هيأدي له اللي هو عايزه. مثل هذه المباريات اللي هي بوركينا وغينيا انت محتاج حد خبره طبعا صح. والله انا لا اقصد شيء يعني محمد الشامي لعيب كويس وكل حاجه ولكن مش هيكون ليه دور مع حسام يعني. يعني مثلا اخد واحد زي احمد حسن كوكا يعني انا مش عايز اتكلم على حد من الاهلي عشان ما اقولش كهربا مثلا. أيوة أيوة. عشان ما يقولكش انت بتتكلم على الاهلي بس بالظبط. لكن انا بتكلم عن واحد عنده خبرته في هذا المكان. أيوة. طيب عمر كمال لو محمد هاني جاله برد تعمل ايه؟ هو حاسب اكرم توفيق على المكان ده هو وهاني يعني. هاني نبيل دونجا ما خدتوش في نص الملعب ليه؟ واحد من افضل اللعيبه في الوقت ده. عنده مشاكل. عنده مشاكل. لا يعني إيه؟ لا مشاكل يعني دونجا عنده مشاكل في اللعب. مساحه الرؤيه لعيب نص الملعب لازم مساحه الرؤيه بتاعته تكون واسعه شويه. اوكي. دونجا ما عندوش دي.
دايما بيلعب الكره في الحته المزنوقه وتلاقي الميس باس كتير يعني مش من اللاعب. اوكي يعني خلينا نقول عمر كمال، خلينا نقول عمر جابر. ما هو انا بقول لك في حته الظهير اليمين هو واخد محمد هاني واكرم توفيق الاثنين في الحته دي، فمش هيحتاج ياخد واحد ثالث. عمر جابر كان ماشي بشكل كويس حقيقي. عمر كمال عبد الواحد كان ماشي بشكل كويس، الافضل في اخر 3 4 شهور بالظبط، ولكن عشان ما بيلعبش في افريقيا، عشان هو مش مقيد في افريقيا، يمكن هي دي برضو يعني من الاسباب، لان ما فيش وقت. هو حسام عايز اللي ياخده يلعبه، واللي مش هيلعب يبقى ماشي. لو خدنا لو خدنا بالشكل ده كابتن، ما هو في لعيبه كتيره موجوده معاه ما كانتش يعني محمد الشامي بيلعب. انا هقول لك خدهم ليه، عشان ما يبقاش كل المنتخب مصر من النادي الاهلي. خد بالك المنتخب ده ملهاش علاقه، ده كابتن اهلي ولا زمالك ولا لا 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 ليها. أوكي. لا مدير فني بتاع منتخب لا بتبقى موزونه، يعني ما ينفعش اخد انا واخد 25 لعيب اخد 18 لعيب من الاهلي وخمسه لو 18 ماشي انت لا أوكي. مش هينفع. فهو أوكي. واخد لعيبه يعني هو واخد محمد الشامي عشان يبقى من المصري تمام، بيكهام من سيراميكا كيلوباترا، في اتنين من بيراميدز مصطفى فتحي وثلاثة دلوقتي ابراهيم عادل كمان، وابراهيم عادل النهارده عمل ماتش كويس على فكره كان من احسن الناس، هو ضمه النهارده يبقى عشان الماتش بتاع النهارده رمضان صبحي، عشان الماتش بتاع النهارده هو ادى بشكل كويس يعني أوكي. انا من الماتشات الكويسه قوي اللي شفتها له من فتره أوكي. فهو واخد 6-7 لعيبه من انديه مختلفه عشان ما يبقاش الاختيارات اهلي محترفين زمالك بس. هيقول لك طب الدوري بيفرز ايه؟ ما هو الدوري المصري كان هو بيقول ان هو لا ده احنا كده هنخش في مواويل كتير جدا ولكن هو ما عندوش وقت في الفتره اللي جايه في الماتشين غير لعيبه جاهزه أوكي. وبرضو هيبقى 80% من اللي هتلاقيهم في الملعب هتلاقيهم من النادي الاهلي اوكي، لان حتى المحترفين ما هو تريزيجيه ده اساسا النادي الاهلي، بيكهام ده اللي في سيراميكا دلوقتي اساسا النادي الاهلي يعني كل اللعيبه اللي موجوده اساسا من النادي الاهلي أوكي. ناصر ماهر اساسه من النادي الاهلي يعني هو موجود في نادي الزمالك دلوقتي ولكنه هو اتربى في النادي ولعب في النادي وحفظ يعني كل حاجه في مكانه من خلال النادي الاهلي. فاحنا نتمنى بس نعدي نتمنى له يا رب كل التوفيق لانها مرحله صعبه جدا جدا على منتخبنا الوطني، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع ان نفوز في هذه في هاتين المباراتين الحقيقه اللي لو ربنا كرمنا فيهم هنبقى حاطين رجلنا بنسبه كبيره جدا جدا في الوصول لتصفيه كاس العالم الى الوصول الى كاس العالم مباشره. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن خالد. شكرا كابتن اسلام والف مبروك. الله يبارك فيك والف مبروك على جماهير النادي الاهلي. الف مبروك. مره ثانيه هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هستقبل الاساتذه الكبار الاستاذ جمال الزهيري والاستاذ محمود صبري في ضيافه البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي وضيوف حضراتكم في هذه الفقره الاساتذه الكبار الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك كابتن. مبروك يا كابتن. الف مبروك فيك. ربنا يخليك. استاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود والف مبروك. وشك منور يا كابتن. الحمد لله كلنا عشان الواحده كلنا كل الاهلاويه وشهم منور اليومين دول لانه بطوله تاريخيه وبطوله الارقام القياسيه. كان معايا الاستاذ محمد الضماطي من شويه اتكلم على ان هذه البطوله كانت ميسره. استاذ جمال هي ميسره فعلا برضو، انا بقول ان هي ميسره بمجهود طبعا وتخطيط واضح يعني حقيقي. يعني واضح جدا ان هذه البطوله اتعمل فيها شغل كبير جدا سواء اداري او فني، لها استعدادات قويه جدا نعم. والحقيقه ان النادي الاهلي يستحق فعلا المكانه التي وصل اليها، واللي لسه بعض الناس بيقول لك ده يعني او مش ممكن تكون محظوظ في 4 مرات من 5 يعني ضد المنطق يعني ضد المنطق. لا ما هو الحظ لا ياتي لواحد قاعد ما بيشتغلش فلازم نبقى واقعيين فاحنا بس بنفكر الناس، مع اننا مش محتاجين نفكر حد بصراحه يعني اللي عاوز يعني يفضل يفكر بطريقته هو حر، انما الحقيقه ان النادي الاهلي هذا في هذا هذه النسخه من البطوله حقق كل ما يمكن انك تحلم بيه، وخاصه في مباراتين النهائي يعني الختام بتاع كان رائع بجد يعني حاجه عظيمه جدا، اداره واعيه جدا، مش احنا برضو مش من اول مره نقول كده لمارسيل كولر، اداره واعيه جدا
عارف هو عايز ايه، بيشتغل على كده، ما بيتهزش بالكلام اللي بيتقال، عنده ثقة في نفسه، وحقق البطولة زي ما قلنا الأسبوع اللي فات، حقق البطولة الثامنة له في سنة وست شهور، يعني حوالي سنة ونص. صحيح. إن هو يحقق 8 بطولات أو 8 ألقاب، والحمد لله إن هو ما بيشبعش، يعني عشان إحنا مش بنشبع برضه. ولا الجمهور. فالجمهور كمان يستحق. امبارح ولا اول امبارح في المؤتمر الصحفي قال هذه الكلمه، قال انا اول ما خلصت قالوا لي مبروك على ال 12 ال 13 أيوة. امتى؟ ايوه هو قال لهم بس سيبوني النهارده، قالوا طب هنكلمك بعد بكره. مرجع من سويسرا. هنكلمك بعد بكره. هنكلمك بعد بكره. نسالك على ال 13. صحيح. فالحقيقه انه حاجه جميله جدا، ولازم كمان نشيد بالدور اللي بيتاكد كل يوم للجمهور. يعني جمهور النادي الاهلي يستحق وسام فعلا، حضور رائع جدا، اداء طوال المباراه او طوال المباريات، لدرجه ان كولر دلوقتي بقى يسال على الجمهور، يعني في كل مكان بيروحه سواء في مصر او خارج مصر بيلاقي انه الحاجه اللي منوره قوي، اكتر حاجه منوره هي جمهور الاهلي. فطبعا ده شيء جميل، وعايز اقول يا بخت من كان بيدرب الاهلي. ليه؟ صحيح. لانه عنده هذه الاداره الواعيه، وعنده هذا الجمهور الذي لا يشبع من البطولات. بس بقى ما هو ده راس اللي قاله في الحوار. أيوة. لكن اللي لفت بالإضافة نظر كده ياخده معايا يستحمل نظر الجمهور، يعني يا بخته بس يستحمل. يستحمل ايه؟ الضغط طبعا المتتالي اللي هو انت لازم تكسب، فيمكن المره دي يعني هيريح شويه. يعني في بطولات اخرى ورا بعض ورا بعض، يعني بعدها يوم بيلعب، المره دي يمكن يبقى في راحه شويه. في راحه شويه. يعني حلو، حظه حلو، التقاط انفاس يعني، لكن جاب له عريقه شويه. بالظبط. لكن ان شاء الله يكون برضو بدايه جديده لبطوله جديده، نبتدي احنا كمان نشتغل على البطوله دي من النهارده بوجودك طبعا يا كابتن. تقول بقى كده ايه اللي يتم عشان نخطط. خلي بالك انا لسه فاكر من ايام البطوله التاسعه. والله اللقب التاسع كان اول امبارح. والله كان اول امبارح، مع انه من الحمد لله 3-4 سنين تقريبا ولا ايه، الكرو اللي موجود بقى لنا 3-4 سنين مع بعض، خد الحمد لله والشكر ما شاء الله يعني. بس فين النجوم يا كابتن؟ نعم، فين النجوم؟ نجوم مين؟ كنا حاطين النجوم الحمراء عدد البطولات. هنجيبهم ونحطهم. احنا كده احنا كل سنه هنتكبر بقى الترابيزه، بدل ما تبقى اربعه تبقى خمسه، عشان نكبر الترابيزه اكتر. كابتن، عمل كبير جدا عمله النادي الاهلي بامانه شديده، وفوز مستحق وبطوله مستحقه، وزي ما قال الاستاذ محمد ضمادي بيطلب بطوله كانت ميسره، وميسره في مشوارها وفي مواقفها. يعني مثلا بدايه من دور الثمانيه كونك تكسب لاول مره سيمبا في ملعبه 1-0، وتلعب بنفس طريقه عبد الحق بن شيخ اللي واجهك بيها في السوبر، فترد عليه في ملعبه بنفس الطريقه، انت عملت هناك كذا انا رديتها لك اهو، دعبت معاك دفاع وخطفت الهدف وبوظت لك كل الشغل اللي انت كنت بتلعب عليه، وجيت 1-0 رحت القاهره لعبت مباراه هاديه وصعدت، ورحت لعبت عندك مع مازيمبي خسرت في الدوري، هنا الناس كلها قالت لك اللي هيحصل، اتفاجئت باداء وثبات انفعالي في مباراه صعبه جدا في اجواء صعبه جدا، وكان التوفيق حليفك الحمد لله، وتعادلت 0-0 وجيت في القاهره كسبت 3، وعملت مباراه اكثر من رائعه ومثيره وكل الكلام. رحت لعبت المباراه النهائيه مع الترجي التونسي، وما بينك وبين الترجي مشوار كبير على الزعامه في القاره الافريقيه، استطاع الاهلي يتفوق فيها تدريجيا في السنوات والمواجهات الاخيره منذ نهائي 2018، تبدل الحال واصبح الاهلي يجيد متمرسا بالفوز على الترجي في ملعبه في رادس، وطلعت حكايه ورانا في رادس حكايات، ولكن بصوت العقل هذه المره استمع الجمهور ووعي مشجعي الاهلي. لا داعي لهذا الكلام لان الوضع مختلف، الترجي عاد بنسخه مختلفه اكثر شراسه من الوضع، ومدرب لديه يعني فكر ولديه ذكاء كبير جدا. طب كولر قاعد يتفرج؟ لا، ده اتفرج على ماتشين سان داونز وقال لك الراجل ده بيعمل ايه؟ ده بيقفل ويخطف، لو انت فتحت هياكلك. يعني لو انت فتحت واديته فرصه وجاب في جول هتبقى عندك مشكله. فلعب على نفس المحاذير، انت في مباراه الذهاب كنت الافضل في الشوط الثاني، وكنت قريب انك انت تشوف بدليل ان هو رجع ايه قفل عشان ما يخسرش، ولا كان ايه قال اجي القاهره وارمي عليك الحمل واخوفك. فربنا كرم فجبت هدف مبكر.
خلاص الناس كانت متعاوزه منك، منتظره انك انت ايه تخطف الثاني والثالث وبتاع، لكن ايه كان في حسابات كلها لا مفيش كده كمان، ما كانش في كده يعني، عاوز يعرف برضه، عاوز اوصل، ورحت كذا مره وضعت كذا فرق، والبعض كان بعيد عن المستوى بامانه شديده، لكن الحمد لله الاهلي احتفظ بلقبه المفضل بثنائيه للمره الرابعه. انجاز مهم جدا، عمل كبير جدا من الاهلي، من جمهور العظيم، هو البطل رقم واحد، هو المساند في كل شيء، اداره واعيه. عاوز اقول يعني لازم احيي كابتن محمود الخطيب على الجهد الكبير اللي عمله في يومين الاخير في المباراه، وروحه للاستاد القاهره ومتابعه التنظيم. امبارح كان معانا برضه الدكتور محمد سراج، هو بيتكلم في هذا كابتن الخطيب تحديدا، لما قال له بعد المباراه الاولى في الترجي في تونس في رادس، اجتمع بالمجموعه اللي موجوده من اعضاء مجلس الاداره، وقال لهم احنا ما كسبناش ولا حاجه وعايزين نقفل، احنا لسه عندنا ماتش تاني. شوف انت التانية. شوف انت شوف انت الكابتن واقف ازاي ومدرج وتابع وشاف الدخول والخروج ومع الجهات المسؤوله ومتابعه الاجراءات طبعا لا ومع الكاف وقعد. يعني عاوز اقول لك ايه، انت بذلت جهد وعملت اخراج وربنا وفاك، وكانت ليله جميله، وتهنئه كمان فخامه الرئيس كمان على اللقب المهم جدا. الاهلي بامانه شديده بيعمل عظمه زي ما بيقولوا، صحيح بيقدم حاجه مميزه كبيره جدا. انا مش هشغل نفسي باي حاجه ولا داعي ان انا اتكلم، لكن انا بس ماشي في طريق، لان انا عندي اهداف، جهد كبير جدا. الناس كان نفسها انك انت تنزل وتكسر الدنيا وبتاع، لكن بعض يا جماعه المباريات النهائيه ممكن يبقى في تفاصيل احنا ما نعرفهاش، ممكن في بعض لعيبه تبقى بعيده عن ايه التركيز، حالات مختلفه داخل الملعب، بعض مستواه بيقل، لكن انت عملت ايه؟ برضو استخدم اوراق وكولر بصوره جيده، حافظ على الهدف. لم تكن لك ان تتخيل ان الترجي لم يحصل على ضربه ركنيه الا في الدقيقه 65 من المباراه في الشوط الثاني، لم يحصل على ضربه ركنيه في ملعبه على مدار شوطين، ويجي هنا في القاهره بنفس الوقت، طبيعي جدا انه يحاول يحرز هدف وبتاع، لكن فوز مهم، تفكير في اللي جاي اهم، عندك مكاسبك، عندك بطولة سوبر افريقيا، الكرة الاندية المصرية حققت بهذه البطولة، البطولة رقم 44، عندها البطولة 45، هيبقى رقم كبير جدا للاندية المصرية في المشوار الافريقي، عندك انت منتظر الانتر كونتيننتال هيبقى شكلها ازاي، والقرعة بتاعتها ومين هتقام في ديسمبر، وشكل البطولة منافسة جديدة جدا، وحاجة تانية ده غير كأس العالم للاندية، عندك السوبر هتعرف هيتلعب هنا في مصر ولا هيتلعب في السعودية حسب الاتفاق المبرم ما بين السعودية وما بين الكاف. في النهاردة اعتقد في كلام بيتقال انها هتتلعب في مصر، لكن ما حدش يعرف لغايه دلوقتي برضه، ما اتحسبش هيبقى قرار نهائي، هنقعد نتكلم في الكلام ده لغايه ما يبان هيتحدد. هل هتقام اولا؟ لا يمكن تقام لا في 6 ولا في 7، والمجمل في الغالب ممكن تقام في شهر سبتمبر في ظل ايه تصفيات كاس العالم، وعندك اولمبياد باريس، يعني عاوز اقول لك ايه الدنيا زحمه ليه، وممكن تقام في اخر 6 مثلا، صعب جدا في اخر 6، صعب جدا، هو غالبا ممكن تبتدي تقام في 9 قبل البدايه، هي الانسب انها هتبقى اعتقد هم يكون لكمان لسه انت عندك ايه الانديه الافريقيه، عندك الاتحاد الشمال والقرعه البطوله الجديده والنسخه الجديده والشكل ومش عارف مين يعني عاوز اقول لك ايه الفرحه حلوه وانجاز كبير لبطل ابطال افريقيا، شيء مهم جدا. اكيد كولر لما يرجع ان شاء الله بالسلامه هيبقى فيه حسابات تانية ومختلفه، والتفكير في اللي جاي ده موجود على راس اجتماعات لجنه التخطيط في المرحله الجايه واداره النادي. الف مبروك لجماهير النادي الاهلي الكبيره والتي تستحق الكثير، مبروك لمجلس اداره على راسه الكابتن محمود الخطيب وكل اعضاء المجلس والاداره التنفيذيه واللاعبين والجهاز الفني والاداري وكل من ساهم في هذه المنظومه الناجحه الكبيره، وان شاء الله مزيد ان شاء الله من الالقاب والتالق في المستقبل ان شاء الله. استاذ جمال، حضرتك شفت اي ضربه جزاء ضد النادي الاهلي في المباراه الاخيره؟ لا خالص. استاذ محمود شفت اي ضربه جزاء بجد؟ ما لو في لا والله لو في هنتكلم فيها. لا فين شفت ضربه جزاء فين ضد النادي الاهلي؟ يعني لم يتم على النادي الاهلي وتم تجاوزها، ما شفتش حاجه حتى رغم الكلام اللي اتقال على لعبتين، وتحاول يعني ايه كل واحد يدعي فيها. هو مفيش غير الكابتن جهاد جريشه بس هو اللي قال الكلمتين دول على هذه اللعبه، وهو كل يعني حتى السنه اللي فاتت في مباراه الوداد اتكلم عن هذا الامر. لا انا شايف الحكم كان اداؤه ممتاز جدا. لا لكن انا هنا بتكلم عن حتى لم يلجا للفار في لعبات معينه. صحيح. لانه واثق تماما من اللعبه. لا انا هنا بتكلم، انت قصدك على اللي هي اللي في الاخر خالص؟ لا مش بتاعت كريم، بتاعت كريم واضحه، لكن بتاعت كريم واضحه ان بتاعت امام عاشور، ولكن يعني كان في حكم اسباني اتكلم عن هذا الامر وقال ان هي ليست ركله جزاء لانها جايه من طرف من رجل حد اللي رايح من رجل امام، وامام كان بيشيل ايده
ما فيش غير الكابتن جهاد جريشة بس هو اللي قال. وعلى فكرة هو طبعا واحد تاني يعني اتكلموا في هذا الأمر وقالوا أنه يعني اللي عايز أوصل له إيه في الآخر، أن الصحافة التونسية واخده كلام الكابتن جهاد والشخص الاخر وحطاه ان هو كلام محللين، ان الترجي قد ظلم. المحللين التونسيين يعني شفتهم قالوا ايه؟ قالوا العكس، قالوا الترجي ليس له ضربه جزاء. كلام الكلام لما يبقى له اساس يبقى فيه كلام بدليل. لو في اساس لهذا الموضوع كنت هتلاقي الدنيا كلها بتتكلم في الموضوع حتى الترجي. لكن انا شايف حتى انه ما فيش اي شكوى او تذمر من جانب فريق الترجي او مسؤوليه. اوكي، ما نطلعش احنا بقى واحد مننا لازم تاخد التاتش بتاعك فيه. لا التاتش بعد الناس بتنسى يا كابتن يا استاذ جمال. في بعد مع كامل احترامي للكابتن جهاد جريشه يقول رايه ورايه على عينه وعلى راسي، بس تذكر يا كابتن جهاد جريشه عندما كنت تمسك بالصافره، تذكر النهائي بتاع 2019. لا لا ماتش المقاصه، لا لا العمل ماتش المقاصه، لا 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 سيبك من المقاصه، لا تذكر نهائي دوري ابطال افريقيا ما بين الترجي والوداد، المباراه الاشهر اللي بعديها تم استبعاده من التحكيم لمده 6 شهور برضه بسبب قرارات وتصرفات. يعني عاوز اقول ايه؟ قول زي ما انت عايز، بس انت يعني بلاش تدي انك انت اصله انا يهمني انه لا خلاص، انت قول اللي انت بالمنطق وقول اللي بالعقل والناس هتحترمك وعلى عيننا وعلى راسنا، انت صاحب القرار. لكن ايه هي ضربه جزاء؟ يعني ايه الاسس اللي على اساسها انت شايف ان الكوره جايه من رجل مروان عطيه والراجل ايده في جنبه حتى هو بيحاول يحوش ايده منها هي اتلمست؟ يعني على فكره الحكم الاسباني جونزاليس قال هذا الكلام بالظبط زي ما حضرتك بتقول، زي ما حضرتك بتشرح بالظبط، قال لك الكوره جايه من رجل زميله قريب منه، ثانيا هو كان بيشيل ايده عشان يعني يبعد يعني ايده. مفيش تعمد، يعني مفيش تعمد ولا فيه. يعني عاوز اقول لك ايه، لازم نعمل ما انا بدل انا بنقوله يا كابتن، انت بنعمل ايه احنا؟ انت عاوز اقول لك على حاجه، لو كانت هذه المباراه ما بين يعني مش عارفه والله ما عارف ملاقي كده، هتلاقي حد من بتوع النجم الساحلي ولا اللي تبع المنتسبين هيطلع يتكلموا. لا لا هيطلع يتكلموا مثلا يقول مثلا والله ده الترجي ما لهوش ضربه جزاء، ها ولا الترجي ضربه جزاء. يعني عاوز اقول لك ايه، احنا شاغلين نفسنا قوي بالاهلي والله ونطلع يبقى عندنا جراءه. ليه بقى الجراءه دي؟ لان انا عارف انه في الاهلي ما حدش هيطلع يرد عليا، مش هيسئلي، مش هيقلل مني، مش هيجرحني. لكن في الآخرين تجد الكثير وتجد كل اللي انت عاوز تسمعه وكل اللي انت ممكن ما تتوقعهوش. شوف انا عايز اقول احنا ليه مصرين على ان احنا نزايد قوي على نفسنا قوي كده، نحط في يعني نعمل لنفسنا مشاكل ونصد. ما كفايه اللي حصل في موضوع الاخراج، جابوا طاقم اخراج اجنبي بالكامل، حد اتكلم؟ حد اعترض؟ ها ده بالعكس احنا بنقول لهم متشكرين، كنتوا جبتوا خارج. طيب الفار يا عم ما تدخلش ليه؟ يقول لي يا عم الحكم تعالى اهو ماشي. هقول لك ايه طيب اكتر من كده؟ طب هو الحكم نفسه ما حسبهاش الا انه هو قريب منها. انا شايف ان ده كلام عاوز اقول لك ايه، حتى في غير محله يعني. بصوره يا كابتن هو كلام في غير محله يعني. ايوه يعني انا لمجرد ان انا عايز ابقى ظاهر ان انا موجود وان انا يعني موجود في وسط الناس سواء كابتن جهاد او الرجل او الشخص الاخر اللي بيتكلموا بيتكلموا بطريقه مع احترامي يا كابتن كل اللي بيتكلموا مع احترامي للخبراء يعني التحكيميين، خبراء التحكيم لو حد دخل لجنه الحكام لا ما انا اقول لحضرتك بس اللي بيحصل يعني. يعني اعمل مقارنه كده وشوف اداؤه وهو بيحلل واداؤه وهو مسؤول جوه اللجنه. طبعا الموضوع مختلف. طيب يبقى انت برضو لازم تعمل يا استاذ جمال تعمل حساب. هو ده مش حكم مصري اللي هو نداله كونغولي باين ولا كونغولي فهو مش بالنسبه لنا احنا مش قلقانين عليه، هو ياخد حقه من الاتحاد الافريقي. لكن احنا بنتكلم عامه على من يتحدثوا عن التحكيم، المفروض هم يبقوا يعني حنينين على بعض اكتر من كده. اصل احنا ليه انا بقول المقدمه دي من دلوقتي لان احنا الاسابيع القادمه هيبقى عندنا كلام كتير فيما يخص التحكيم، لانه ان شاء الله بعد مسانده منتخبنا الوطني وان شاء الله ربنا يكرمنا في الماتشين دول الاهلي هيرجع على مباريات دوري عام. عندك اربع مباريات نعم اربع مباريات ورا بعض وبالتالي هترجع على اربع مباريات وبالتالي رجع على تحكيم بالظبط ايه اللي بيحصل وحضرتك شايف اللي بيحصل مع انديه بعينها انديه معينه موجوده في الوسط وانديه بتظلم وانديه بيتم الكلام عنها بطرق مختلفة من خلال التحكيم. كابتن سامح معلش انا اسف انا قطعتك. فاكر يد النرم؟
طبعا. حد يقدر ينساها؟ لا طبعا. الحكم ما شافهاش وحمل الرايه؟ الاعلام التونسي طلع قال ان الكوره هدف ولا مش هدف؟ لا 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 لا. الكوره هدف. هدف. حد قدر يتكلم؟ طيب حد طلع مش جون. لا حد طلع بيقوله. حد طلع من منتسب النجم الساحلي ولا الصفاقيسي قال يا جماعه ده الكوره دي هاند جون؟ ما سمعناش بصراحه. سمعت الكلام ده؟ طلع حكم قال لك والله لا ده احنا مش شاكك. ولا بعد كام سنه ولا بعد كام سنه بعد خمس ست سبع سنين اعتقد او 10 سنين اكتشف الاتحاد الافريقي الحكم ده لما ظبطه في ماتش السنغال وجنوب افريقيا اتلاعب في ضربه جزاء كان نتيجتها انه فتح التحقيق بتاع مين 20-10 وتم شطبه مدى الحياه. صح. فاللي انا عاوز اقوله لك ايه، سبحان الله، شيء اشياء برؤيه العده. اقول لك ايه، نهايه 2017 الاهلي والوداد بكاري جسام ضربه جزاء لعماد متعب مش تخطئ العين، دي كارثه، دي فضيحه كانت في المغرب. محمد بركات في نهائي 2007 ضربه جزاء من الحكم الكاميرون كان نتيجتها ان محمد بركات خد انذار وحرم من النهائي في 2007. يعني عاوز اقول لك ايه، يعني يا جماعه ما حدش طلع قال يا جماعه الحقوا لا، يعني عاوز اقول مع كامل احترامي للبعض في توقيت يجب فيه الكلام، مش في توقيت من محتاج ادعاء البطوله وان انا بقول كلمه الحق. لا يختلف احد انه كلمه حق ايضا اختيار توقيتها ومقالها ليه حسابات معينه، معلش ما هيفيد ايه البطوله خلاص انتهت. يعني النادي الاهلي بطل، هي مش كده مش انا بكلمك اهو، النادي الاهلي بطل مش هتغير من كلامك شيء. لا انت بتفترض ان هي كلمه حق، يعني لا لا مش بفترض على كلمه حق اهو. لا لا انت عاوز تدعي تقول انك انت كلمه حق، وجهه نظر، انت شايفها كلمه دي وجهه نظر من خاطئه صحيحه نختلف فيها، ولكنها ليست كلمه حق. اصل كلمة حق يعني ايه؟ يعني هو يدعي يعني هو شايف ان كلمة حق، يعني مش بقول كلمة حق، هو يدعي مجازا لو هي كلمة هو شايف أقول. نفسه يعني هو هي مش كلمة حق كمان. انا بقى بنفي ان دي كلمة حق، بقول لا. وبعدين في حاجة، الفريق القادر على تحقيق الانجازات والانتصارات يسمو فوق كل الاخطاء التحكيمية. يعني ممكن جدا حكم يوقفك في ماتش او في جزء من ماتش، انما لو انت كويس هتتفوق وهتخرسه، هتخرس كل الالسنه وهتتفوق وهتكسب وهتاخد بطولاتك. وهذا بقى ما يفعله النادي الاهلي برضو. يعني خلينا واقعيين يا استاذ محمود، اللي بيعمله النادي الاهلي طول عمره في مسيرته، شوف احنا انت بتحكي على حاجه سنه كام؟ 2010 2010 اللي هي مايكل انرامو، يد انرامو. الزمن 2007 و2017 والسنه اللي فاتت والبطوله دي فيها الزمن مر. طبعا الزمن مر. وتم شطب هذا الحكم. ايوه بتلبس ماتش السنغال. ايوه ما انا بقول، ما انا باكد على كلامه. يعني عايز اقول انه ربنا بيظهر الحق طبعا. انت بتعمل اللي عليك وبتشتغل حتى لو ظلمت، فوالله ده قدرك بقى، لكن صحيح. لكن خالف تعرف، خالف تعرف، خالف تعرف. هذه هي السياسه القادمه لبعض الاسماء وبعض ربنا يحمينا بقى ويحمي الناس. ما دي مشكلتنا احنا خلاص. ما ليه الناس بقت احنا عندها الامر سهل وانا اتكلم عليك واقول، لانه خلاص شايف المشهد. المشهد دلوقتي ايه؟ اي حد انت عاوز تجيب تستدعي ناس تتكلم على مشهدك الرياضي والكروي والمنتخب واللعيبه والاهلي والزمالك، واحط لازم احط ايه؟ بطل الابطال ايه؟ هدف بالنسبه لي. ما انا مش عارف هعمل ايه، ما حدش هيبص عليا. عاوز اعمل ايه معاك؟ ما انا مش عارف اجيب. بس بطل الابطال هيفضل بطل الابطال. فهعمل لك ايه؟ احاول ادور على اي حاجه ان انا اشوه لك منها ايه؟ والله يا استاذ جمال برضه حضرتك فتحت دلوقتي سؤال مهم جدا. نعم. لما تيجي تبص على تاريخ البطولات الافريقيه منذ ان بدات وحتى الان، تجد ان هناك بعض الانديه خرجت وبعض الانديه دخلت وبعض الانديه انتهت وبعض الانديه موجوده وبعض الانديه اختفت شويه وبعدين رجعت تاني. في انديه اختفت خالص، في انديه اختفت خالص. ولكن يظل دائما بمناسبه ان الاهلي هو البطل، يظل دائما النادي الاهلي موجود من 86 لانه لا يتوقف عند مشكله. يعني مثلا النادي الاهلي مش كان عنده مشكله قريب اللي هي امام الوداد المغربي؟ في الوداد الشقيق اللي هو المباراه الفاصله اللي كان المفروض اللي خسرناها اللي احنا خسرناها. لكن هل توقف بعد كده؟ لا، اشترك ورجع كسب لما رجع النظام طبيعي مباراتين ذهاب واياب. صحيح. عايز اقول انه طالما انت شغال خلاص انت على طول مستواك بيتقدم،
ولاعيبتك بتاخد خبره وجهازك الفني بيدرك ان اللعيبه دي عندها استعداد تشتغل كويس فبيركز عليهم. يعني انت لا تنظر او لا تركز، لا 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 انت بتركزش، لا, آه لا تركز على ولا تبحث عن شماعات. صحيح، انت في النهايه احنا دايما حتى لما بنتكلم عن الاخطاء يا استاذ محمود بنتكلم عليها على سبيل انه حاجه حصلت طبعا، صح طبعا، لكن هل بنتوقف عند كده؟ لا، يعني دايما نقول الاخطاء، واحنا من حقنا كنقد رياضي ان احنا نتكلم عن طبعا اخطاء التحكيم طبعا، مش الحكام هم اللي يقعدوا يقطعوا بعض، يعني ده اللي انا عايز اقوله يعني. لا طبعا، يعني انت من حقك كمذيع ومقدم برامج تطرح اسئله بهذا الشكل واحنا نجاوب، لكن هل معنى كده ان احنا بنبخس الخبير التحكيمي حقه؟ لا، بس ما ينفعش اللي طيب انت ترضاه على غيرك. بمناسبه الكلام ده يا استاذ محمود برضو، هل اصبح المحللين حتى محللين التحكيم بيدوروا على الترند؟ طبعا ده في ناس اول مره اسمع عنها بقت ابطال دلوقتي مع انتشارها مع بعض القنوات المنزويه اللي ما حدش بيشوفها، جابوهم بدا ينتشروا. اهلنا رقم واحد ان تنتقد النادي الاهلي، هو سر نجاحك، سر نجاح عاوز تعدي من البوابه عشان تبقى هدف لكل البرامج، لازم تنال من الكبير. اذا ما نلتش من الكبير وحاولت تقلل منه تضرب العمدة وتعيب وتبين اخطائه، بص تضرب العمدة بالطوبة. لازم لازم تقول حاجه ايه، انه الاهلي كذا وده ايه وده. عاوز اقول لك على حاجه، وزي ما انا قلت لك قبل كده وقلنا هنا وبكررها لك اهو، ده عباره عن ايه؟ عن مجموعه على الواتساب بيوزعوها على بعض، وانت طالع النهارده لازم تقول انه كذا، لو قلت غير كده مش هتيجي هنا، احنا حاطينك عشان تعمل كذا، لازم ده اكل عيشنا، لازم الاهلي، الاهلي هو كل حاجه، هو التورته اللي بناكل منها، لو ما اتكلمناش عليه وقللنا منه وضغطنا عليه وجمهور انفعل معانا وبتاع ودخلنا في الشباك مش هيبقى موضوع، ما تعمليش فيها مثالي ولا حقنا، مفيش حق هنا، انت لازم تطلع تقول. قليل قوي يا كابتن اسلام، قليل قوي اللي مثلا يطلع يقول الحق بامانه، يعني لو الاهلي عليه حاجه كلنا هنقول للاهلي عليه حاجه، لو الاهلي عمل هنقول يا جماعه الاهلي اخطا في كذا، مش هنستنى. صحيح. حد مش حد يعني ما حدش هيدفعنا نقول عكس كده، بس انت يعني يا اخي تخير الموقف، يعني خليك ذكي، فانت يعني جاي في وقت والناس فرحان جاي تقول لي، والطرف الثاني كابتن طارق دياب على الهوا يقول له انا مش شايف في حاجه. يعني قول له طب شوف، لا يقول له لا ده الكوره ده لمس الكوره قبل ما مش عارف مين. الله، طب يعني الحكم قدامه حد قال الحكم ما تحسبهاش؟ يعني لو كان حسبها الحكم كان النادي الاهلي يقول له ايه؟ لا ده مش ضربه جزاء، وكان هيستسلم القرار. فالهدف لا، وكل خبراء التحكيم بعد المباراه ما انا بقول لحضرتك توانسه ومصريين قالوا ما عدا كابتن جهاد ماشي، ما انا بقول لك ايه، وكل خبراء الكوره ما حدش اتكلم في الشخص الاخر ده. انت ايه، ما انا بقول لك ايه، هنا انت ايه مربط الفرس في السؤال. في البعض خلاص بيروا الترند في ان انا ايه احاول ان ابحث عن خطا ضد الاهلي من اجل ان يبقى ده الحديث. صحيح، ده الاهلي خد فوز مش عارف مين، ده الاهلي عليه ضربه جزاء، ده عليه ضربتين جزاء، ده في كوره كان المفروض يبقى فيها كارت احمر، طب حد ما طلعتش ليه؟ قلت ده غريبه جدا، وانا مستغرب على موقف كابتن جهاد، يعني كوره عادها المخرج اكتر من 5 مرات، كوره مروان من مع ضد لا قال عليها قال عليها يعني، وفي الاخر يقول لك انذار، انذار اصفر، انذار دي انذار، دي جريمه. من منتظر يعمل له يقطع يعني يقطع رجله مثلا عشان تقول كارت احمر؟ ايه شروط الكارت الاحمر في مثل هذه الالعاب؟ يا سلام على الحنيه، يا سلام على تطبيق القانون. ايه ده؟ غريبة، ايه الشطاره دي؟ ده غريب جدا. عايز اعرف برضو تصنيفك يا استاذ جمال للجيل الحالي من اللاعبين، هذا الجيل انا الحقيقه من الناس اللي بأساند هذا الجيل بشكل كبير جدا جدا، لانه الجيل ده تعرض لامور كثيره جدا، انتقادات كبيره جدا وفي نفس الوقت قدروا ان هم يقفوا على رجليهم في وجود كباتن النادي الاهلي ولاعبين كبار موجودين في النادي الاهلي واسماء كبيره جدا موجوده في النادي الاهلي، ويرجعوا ويكسبوا مره ويقعوا مره ويتكسبوا تاني والتالت ورابع. شوف يا كابتن، الاجيال كلها في النادي الاهلي ماشيه طبعا على سيستم واحد، اللي بيختلف الظروف المحيطه وعدد البطولات. يعني احنا من ايام الاجيال بتاعه الثمانينات، بدايه الثمانينات اخذ بطولتين
كانت هما بطولتين والدنيا، بس كان في بقى صعوبات في السفر والاقامه، حاجات كتيره جدا، حاجات زي كده. النهارده انت عندك كم بطولات؟ جيل ابو تريكه والشاطر وبركات واللي هو مع مانويل جوزيه، اه هو حقق بطولات كتيره جدا. انما لو تلاحظ ان كل الاجيال لها بطولاتها، صحيح. نختلف على عدد البطولات مش مشكله، انما كل جيل له بطولاته. يعني من الصعب جدا انك تجد كل جيل له ارقامه القياسيه بالظبط، يعني صحيح. ممكن يكون الـ السنوات الاخيره بقى فيه اهتمام برضو مهم قوي من جانب الادارات، صحيح، ادارات النادي، يعني ادارات النادي واخرهم اداره الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره، طبعا اهتمامهم بالكوره زاد، توفير كل الامكانيات، ارتفاع سقف الطموحات. النهارده بقى انت قبل كده لما تاخد بطوله دوري ابطال افريقيا او اللي هي كان اسمها انديه ابطال الدوري مره وبعدين مره كمان وابطال الكؤوس، في وسط هذه الامور المدخلات اللي كانت بتجيلك، الفلوس طبعاً اللي كانت بتجيلك طبعا اقل من كده، ما كانش فيه فلوس. ما عشان كده بقى دلوقتي الامور اختلفت. النهارده الاهلي بسم الله الرحمن الرحيم 4 مليون دولار، أيوة من طبعًا. من هذه البطوله، ما هي الدوافع دي يا كابتن. تاني حاجه لا خلي بالك، هم 6 مليون دولار ونص. ليه 4 مليون دولار من هذه البطوله ومجرد اشتراكك في كاس الانتر كونتيننتال 2 مليون دولار ونص؟ تمام، ده في المجرد الاشتراك. وصلت المركز اعلى بتاخد 3 مليون ونص. اذا دي احد العوامل المؤثره ايضا، واحد العوامل اللي بتخلي اداره النادي واداره الكوره، اداره الكوره نفسها توفر كل الامكانيات ويبقى عندها اهداف او تارجتس. كل سنه عندي 3 بطولات 4، صحيح، فلازم انظمهم كويس. ده لا يمكن يتم على فكره مع اي نادي. ليه؟ لانها عمليه صعبه جدا. انك توفق، يعني النادي الاهلي بيتهاجم هجوم شديد جدا حقيقي، رغم ان هو اكثر الفرق تعرضا لايه؟ للارهاق والاجهاد. صحيح. يعني النادي الاهلي لغايه دلوقتي لاعب كام ماتش؟ 40 او 41. 41 مباراة. 41 مباراة منذ مباراة اتحاد العاصمة اللي هي السوبر في بداية الموسم. 41 مباراة، هات أي فريق تاني لعب كام مباراة؟ أي فريق النهاردة لو لعب ماتشين في أفريقيا بيتكلم على الإجهاد. يقول لك الحقني، أجلوا لي، اعملوا لي. لا، النادي دفع عليها الإصابات. لكن أما بالنسبة للأجيال، طبعًا الجيل الحالي في طريقه، هو حقق فعلا انجازات كبيره جدا وفي طريقه لتحقيق الافضل، انجازات اكبر باذن الله. طيب سريعا يا استاذ محمود برضو، اختيارات كابتن حسام حسن للاعيبه المنتخب شايفها ازاي؟ لا ابدا، انا شايف هو طبعا المدرب الفني المسؤول عن المنتخب وهو الاقرب ل يقدر يشايف الناس اللي هتشتغل معاه الفتره اللي جايه. احنا طبعا عاوز اقول لك ايه، احنا دورنا في المرحله دي زي ما بنقول مهم جدا ان احنا نساند. ايوه نساند، لانه عندنا مباراتين في غايه الاهميه، مباراه بوركينا فاسو مباراه غينيا بيساو، 6 نقاط مهمين جدا. الفوز بيهم هيدفعك دفع كبير جدا نحو ضمان صداره المجموعه والحفاظ عليها والاقتراب من التاهل، وخاصه انه اقرب منافسيك هما الاثنين دول، صحيح، اقرب منافسين وهيبقى بينهم وبين صراع. تفاصيل بقى ضم وما ضمش، هو بقى يتحمل زي ما عملنا مع المدربين. يعني هو يتحمل المسؤوليه بتاعتها. في ناس تانية التجربه في المباراتين دول هتبان وهتكشف هل اختياراته كانت سليمه 100% ولا اختياراته 80% ولا اختياراته كانت 90%. لما تيجي ولا اختياراته مدمره حياته ولا اختياراته كانت يعني مثلا ايه؟ مثلا انا كنت يعني اتوقع مثلا بامانه شديده عمر كمال يبقى موجود ودونجا زمالك. الزمالك كان يبقى موجود، يعني ايه في وسط الملعب، في وسط الملعب، وده كان ايه يعني الاثنين يعني هيبقى لهم دور. تفكيره ممكن يكون هو شايف مثلا في حد تاني انه عنده ناس تانيه هتقوم بنفس الدور، هنقول له ماشي. الحدوته كلها في مجمل يا كابتن هو انه انضمام صلاح الناس كلها منتظره ايه اللي هيحصل، دخول صلاح المعسكر هو هيتوقف عليها المرحله. اتمنى انه يكون صالح المنتخب وصالح اللعبه ومصلحه البلد هو الاعلى، مش المصالح الشخصيه، مش انا بلدي اهم، منتخب بلدي اهم. اتمنى ان نزيح كل الكلام ده عنه، صحيح، وازاي ان انا
ازيب كل خلاف وكل اي شيء ما بيني وما بين لاعب بحجم محمد صلاح، وان انا اوضح كل الاسباب واقعد معاه قعده كده وحدينا انا والجهاز ونتكلم معاه، وقيمته الكبيره جدا احافظ عليها، وانا ايضا شخصيتي كمدرب ومدير فني مسؤول احافظ عليها، يبقى في الاحترام المتبادل من الاطراف، لانه في النهايه صب مصلحه تاهلك وقياده منتخب بلدك للمونديال ده في حد ذاته انتصار ليك ما كنتش تحلم بيه. ربنا منحك الفرصه وفي ناس دفعت عنك وقدمتك الفرصه على طبق من ذهب. محتاجه هدوء، محتاجه تركيز، محتاجه تفضيل المصلحه العامه على اي مصالح شخصيه، محتاجه ان انا اشتغل واجتهد ويبقى هدفي. انا شايف انه كابتن السام الشاطر بالنسبه لي هو المفتاح، يبقى انا لازم ادي السام الشاطر حقه، وهو السام الشاطر في حد نفسه لازم يبديني نفس الاحترام ويعرف انا قيمته وان انا كنت كابتن مصر وان انا كذا وعملت ورحت وجيت. يعني عاوز اقول لك ايه النهايه في ايه؟ في تفضيل المصلحه العامه. منتخب مصر مقبل على مباراتين في غايه الصعوبه زي ما انت شايف وضع اللعيبه بتوعنا، جاي من انهاء موسم مرهق كبير جدا ما بين منافسات محليه وافريقيه، وكويس ان اللعيبه ياخدوا لهم 3 ايام كده، بعد كده يبدا المعسكر رسميا يوم 3. فان شاء الله باذن الله اتمنى ان شاء الله يا رب تكون مباراه بوركينا فاسو ان شاء الله نقطه انطلاق، ونلعب مباراه كبيره جدا ونفوز، وان شاء الله يتالق صلاح وتريزيجيه وامام عاشور، مبارك للمنتخب زي ما باركنا للاهلي، وان شاء الله ربنا يكرمنا في البطولات القادمه. ونعود بقى بعدها نبقى نتكلم بعد ماتشات المنتخب ان شاء الله عن التحكيم في مصر واللي بيحصل في مصر واللي احنا شايفينه خلال هذه الايام. بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ جمال. شكرا جزيلا يا استاذ محمود على وجودك معانا. ألف ألف مبروك مرة تانية جماهير النادي الأهلي العظيمة في كل مكان، وإن شاء الله ربنا يكرمنا خلال المرحلة القادمة. ومساندة ودعم منتخبنا هو واجب وطني، على الرغم من أن هناك بعض الاختيارات التي تشوب بعض الاختيارات الخاطئة من وجهة نظرنا، يعني التي تشوب اختيارات كابتن حسام، ولكن في النهاية مساندة منتخبنا الوطني واجب قومي إن شاء الله خلال المرحلة القادمة. هيحصل ده خلال كل البرامج إن شاء الله، لأنه منتخب مصر اللي هيلعب مش حد تاني. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.